السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي طلاب الصف الأول الإعدادي، أهلا بيكم في قناة إنجليزي ببساطة مع مس نسرين، وكل عام وأنتم بخير وربنا يجعله عام دراسي سعيد علينا جميعا، ومبروك دخولكم المرحلة الإعدادية، عقبال الجامعة يا رب. النهاردة إن شاء الله هنبدأ في شرح وحل منهجنا الجديد من كتاب المعاصر ترم أول 2025. طبعا احنا خلصنا منهج الكونكت في المرحلة الابتدائية، في المرحلة الإعدادية المنهج بتاعنا اسمه هالو بيوند ووردز، أهلا ما وراء الكلمات. يلا بينا نبدأ على بركة الله وليتس جيت ستارتد. زي ما حضراتكم شايفين إن منهجنا مكون من 6 يونتس، من 6 وحدات، وكل وحدة فيها 6 دروس، بناخد فيها درسين درسين. احنا إن شاء الله كل وحدة هيبقى ليها 3 فيديوهات. يعني الدرس الأول والثاني مع بعض، الثالث والرابع والخامس والسادس. احنا في خلال الدرسين احنا بنقرأ الكلمات، بنقرأ الدروس، وبنحل التدريبات. يونت 1 وحدتنا الأولى بعنوان A Great Summer، صيفون رائع. واحنا في الوحدة دي بنتكلم على الأجازات الصيفية والأنشطة اللي ممكن نمارسها فيها. هنبدأ من بيج 14 صفحة رقم 14، فيها lessons 1 and 2 الدرسين الأول والثاني، وهما بعنوان vacation activities أنشطة الأجازة، وكمان الدرس الثاني بعنوان a helping hand يد العون أو المساعدة. نقرأ أولا الفوكابيولاري المفردات، كل كلمة هقرأها 3 مرات. عطلة أو أجازة vacation، vacation عندنا طبعا ال t i o n بتتنطق ايه شن، اوكي تدينا الساوند شن. عطلة او اجازة vacation، vacation، vacation. بطولة او دوري tournament، tournament، tournament. ورشة عمل workshop، workshop، workshop. مدرب رياضي coach، coach، coach. يتطوع او متطوع volunteer، volunteer، volunteer. منشور في منتدى forum post، forum post، forum post. مركز إعادة تدوير recycling center، recycling center، recycling center. فارغ empty، empty، البي هنا صايبة يعني تكتب ولا تنطق، empty، فارغ empty. الذكاء الاصطناعي اختصار كلمة الذكاء الاصطناعي AI، يعني artificial intelligence، artificial intelligence، artificial intelligence. يعني انت بقى لما تشوف AI في اي درس من اللي احنا هناخدهم دلوقتي تعرف ان دي معناها الذكاء الاصطناعي، artificial intelligence، artificial intelligence. يتخيل imagine، imagine، imagine. موهوب talented، talented، talented. مرهق او متعب tiring، tiring، tiring. حديقة مجتمعية community garden، community garden، community garden. غلاف اسمه rubber، rubber، الW هنا silent، اوكي rubber. ما حط بقى نقطة تحت حرف كده او حرفين بتعرف ان هما silent، نكتبهم بس مش منطقهم، اوكي. غلاف rubber، rubber، rubber. نشاط activity، activity، activity. ملصقات posters، posters، بوسترز. طبعا انتوا زي ما انتوا شايفين في رموز ما بين الاقواس، يعني ايه معناها؟ ان دي معناها نون، يعني الكلمه دي اسم، تمام، عطله او اجازه اسم. طيب الكلمه دي او الرمز ده في معناها ان الكلمه دي فيرب فعل، تمام، بس هنا فولنتير ممكن تيجي بمعنى فعل بمعنى يتطوع، ممكن تيجي نون اسم بمعنى متطوع، تمام. طيب لما تلاقي الرمز دوت يبقى معناه adjective، ان دي صفة، امتي فارغ دي صفة. طيب ايه بقى حكاية الدي والاي دي؟ ده طبعا التصريف الثاني للفعل الماضي، يعني يعني volunteer يتطوع، volunteer دي تطوع، وهكذا، اوكي. طيب تعال نحل الباب كويس، ودي طبعا اسئلة عشان خاطر نتقن المفردات، نحفظ الكلمات كويس يعني. طيب complete the following sentences using the words in the box، هنكمل الجمل باستخدام الكلمات اللي في الصندوق اللي في اعلى ايه السؤال. الكلمات ايه؟ tiring يعني متعب، coach مدرب، tournament يعني بطوله، workshop ورشه، vacations اجازات. we can do many activities، يمكننا القيام بالعديد من الانشطه، in summer
عايزين نقول في الايه، في الاجازات الصيفيه in summer vacations، يبقى number one vacations. طيب number two، my dad بابايا works in a، بيعمل في ايه؟ near our house، بيعمل في ايه جنب بيتنا؟ بيعمل في ورشه بجوار بيتنا، تمام كده، او بالقرب من بيتنا، يبقى بيعمل في workshop near our house، بالقرب من منزلنا. طب it's a to stay up too late every night، يعني بنقول انه لمن الايه، البقاء مستيقظ لوقت متاخر جدا كل ليله، طبعا ده شيء ايه، متعب، تمام كده، يبقى هنقول it's tiring، انه من المتعب البقاء مستيقظ لوقت متاخر جدا كل ليله. our team، الفريق بتاعنا، to part in، يعني الشراكه، in a football last year، يعني فريقنا شارك في ايه، لكرة القدم العام الماضي، شارك في بطولة او دورة العاب اللي هي التورنمنت، يبقى عندنا دي نمبر فور. يبقى احنا اول حاجة vacations، التانية workshop، التالتة tiring، والرابعة tournament. نكمل قراءة المفردات. الوالدين parents parents parents، الاجداد grandparents grandparents grandparents، برامج حاسوب او برمجيات software software software، يحرز او يسجل score score score، عصبي او متوتر nervous nervous nervous، امن safe safe safe، يركل او يشوت kick kick kick، راشد او بالغ، شخص كبير يعني adult adult adult، محلي local local local، أهداف goals goals goals، يذكر أو يشير إلى mention mention، on a T-I-O-N تدينا sound shun mention mention، منشور مدونة blog post blog post blog post، ينضم إلى join join join، grand neighbors neighbors، G والH silent neighbors neighbors، نادي كرة قدم football club football club football club، متحمس excited excited excited، مشهور famous famous famous، منطقة أو مساحة area area area. بيج 15 صفحة رقم 15، يلاحظ notice notice notice، علب من المعدن cans cans cans، لقاء أو اجتماع meeting meeting meeting، عضو في فريق member member member، الشباب young people young people young people، يحل solve solve solve، مشروع project project project، قائد leader leader leader، يجمع collect collect collect، قمامة litter litter litter، إيجابي positive positive positive، مندهش surprised surprised surprised، يكرر repeat repeat repeat، الحروف الأبجدية alphabet alphabet alphabet، طبعا ال P وال H بتدينا الفا ساوند، صوت حرف ال F alphabet، خاصة أو على وجه الخصوص especially especially، وهنا بيقول لك إن هي adverb يعني حال، تمام؟ ده اختصار دي حال adverb، خاصة أو على وجه الخصوص especially especially، يختبر أو يفحص check check check، قالب شوكولاتة chocolate bar chocolate bar chocolate bar، جديد new new new. conjugation of irregular verbs، تصريف الافعال غير المنتظمه، present مضارع وباست ماضي وباست participle، التصريف الثالث للفعل. طبعا احنا كنا متعودين في ابتدائي بنحفظ المضارع والماضي بس، لا هنحفظ حاجه اسمها تصريف ثالث وبعدين هنعرف معناها ايه لما يجي الجرامر بتاعها. طبعا ممكن الجرامر بتاعها هنشوف كده هيكون السنه دي ولا السنه الجايه، بس المهم ان انت تحفظ التصريف الثالث. يعني تقعد تقول ايه مثلا، يدرس او يعلم teach taught taught، يقول say sit sit، يفوز win one one، كده تقعد ايه تكررهم وهتلاقي نفسك حفظتهم. دي تصاريف افعال غير منتظمه، يعني ليها تصاريف خاصه مش بحط لها ايدي يعني عشان اكون الماضي.
طب تعالوا كده نقراهم. يدرس او يعلم teach taught taught الجي والاتش silent teach taught taught يقول say said said say said said يفوز win won won win won won تغرب الشمس set 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 يفهم understand understood understood understand understood understood ينمو أو يتزايد grow grew grown grow grew grown يغادر leave left left leave left left يقرأ read 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 بصوا كلمة يقرأ read الماضي بتاعها بيتكتب زي read برضو بس بننطقه زي كده كلمة اللون الأحمر read تمام يبقى يقرأ read قرأ read تمام read 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 يكتب write wrote written ال W silent write wrote written collocations متلازمات لفظية يفوز ببطولة win a tournament win a tournament يمرح أو يستمتع have fun have fun يحصل على حياة أفضل have a better life have a better life يحرز أهداف score goals score goals يخطئ make a mistake make a mistake يقوم بإحداث تغيرات make changes make changes يصمم ملصق make a poster make a poster بعد كده بيج 16 صفحة رقم 16 طبعا احنا كنا في ابتدائي متعودين ان عندنا الكلمة وعكسها تمام بنحفظها في بس حاجة زيادة بسيطة كده ان احنا مش بس هنحفظ الكلمة وعكسها لا هنحفظ الكلمة وحاجة بتساويها في المعنى يعني المرادف ليها والعكس تمام يعني الكلمة اسمها word المرادف اللي هو بيساويها يعني في المعنى اسمه synonym والمضاد اللي هو opposite احنا متعودين على opposite المضاد او اسمه antonym يبقى word الكلمة synonym المرادف و antonym او opposite يعني المضاد او العكس طيب يفوز win win بتساوي كلمة يحقق achieve achieve عكسهم يخسر lose lose يبدأ start start بتساوي يبدأ برضو begin begin عكسهم ينهي finish finish او end end امن safe safe بتساوي محمي protected protected عكسهم خطير dangerous dangerous غريب strange strange بتساوي غير معتاد unusual unusual عكسهم عادي normal او usual normal او usual وبرضك كلمة شائعة او مألوف common common محتمل او ممكن possible possible بتساوي luckily luckily او probable probable كل دول معناهم من المحتمل يعني او من الممكن اما بقى عكسهم مستحيل impossible impossible في كمان عندنا حاجة اسمها prefixes and suffixes مقاطع بادئة وناهية يعني حرف او حرفين او اكتر مجموعة من الحروف حطها في نهاية الكلمة او في بداية الكلمة بتغير معنى الكلمة زي ايه؟ زي play يلعب لو اضفت لها دي اسمها لاحقة اللي بتتحط في الاخر اسمها لاحقة لو اضفت لها لاحقة er تتحول بقى لايه لاسم تمام؟ تبقى player لعب مش play يلعب اخليها اسم اضف لها er تبقى player لعب طب lead يقود اضف لها لاحقة er تبقى leader قائد teach يدرس أضف لها اللاحقة ER تبقى معلم أو معلمة teacher prepare يعني يعد أضف لها اللاحقة ATION تبقى preparation يعني تجهيز أو استعداد talent يعني موهبة عايز أقول بقى موهوب أقول talented okay surprise يفاجئ لو أضفت لها اللاحقة ED تبقى surprised مندهش أو متفاجئ يبقى دول كلهم عندنا ايه طبعا كلهم ايه ناهيات مقاطع كده حرفين ولا مجموعه حروف بحطها في نهايه الكلمه بتغير المعنى تمام طب نحل اكسرسايز بيقول لك choose the correct answer اختار الاجابه الصحيحه we add the suffix بنضع اللاحقه اللاحقه اللي هي النهايه يعني اسمها ايه اللاحقه دي to form the noun عشان نكون الاسم of the verb من الفعل lead يقود طبعا هنضيف لها اللاحقه er يبقى leader قائد يبقى بنضيف اللاحقة ER عشان نكون الاسم من الفعل lead يقود يبقى leader قائد the suffix اللاحقة A changes بتغير the word الكلمة talent talent يعني موهبة
into an adjective بتحولها لصفة. كلمة موهبة عايزة أخليه موهوب، تمام؟ يبقى أضيف لها اللاحقة اللي هي ed تبقى talented. The opposite. Opposite يعني العكس of the word safe. عكس كلمة آمن is a كلمة dangerous خطير. هنا عندي كلمة amazing مذهل، tiring متعب، ومودرن حديث. The synonym. Synonym يعني مرادف، يعني مرادف يعني مساوي في المعنى. The synonym of the word يعني اللي بيساوي كلمة strange غريب. كلمة ايه؟ كلمة unusual اللي هي غير معتاد. نورمال عادي، كومن منتشر او شائع، ويوجوال معتاد. لا، اللي بتساوي سترينج غريب كلمة unusual يعني غير معتاد. في بيج 17 صفحة رقم 17 في جنرال نوتس يعني ملاحظات عامة on reading على القراءة and listening والاستماع. طيب بصوا كده معايا، هنا جايب لك الفرق ما بين كلمتين. الكلمتين دول متشابهين في النطق بس مختلفين في السبيلنج والمعنى. طيب هي كلمة quiet دي بمعناها إلى حد ما، ودي quiet معناها هادي، تمام؟ اللي الإي من بره يعني إلى حد ما، واللي الإي قبل التي يبقى معناها هادي. فبدأ بquiet يعني إيه؟ quiet يعني calm، calm برضو يعني هادئ، والاتنين دول adjective يعني صفة، adjectives الاتنين تستخدم كصفة بمعنى هادي، كلمة quiet، تمام؟ طيب أقول our street الشارع بتاعنا is quiet هادي and very safe وآمن جدا. بعد كده كلمة quiet اللي هي إلى حد ما بيجي بعدها صفة، بيجي بعدها adjective. أقول she is quite good at tennis، هي جيدة إلى حد ما في التنس. بردك عندنا هنا كلمة tiring متعب، و tired متعب، تمام؟ tiring دوت بتوصف الأشياء أو المواقف إنها متعبة. مثلا أقول إيه؟ his work is so tiring يعني العمل بتاعه متعب جدا. لكن انا بقى لو شاعر بالتعب، انا بوصف الاشخاص تمام كده انها متعبة او انا متعب، استخدم كلمة tired. اقول he works for a long time، هو بيعمل وقت طويل، so he feels tired، عشان كده هو بيشعر بالتعب. يبقى tiring حاجة متعبة، شيء متعب، لكن tired متعب. طب كلمة instead اللي هي بدلا من ذلك بتساوي بردك كلمة instead of بدلا من، بس الفرق ما بينهم ان instead بدلا من ذلك بتيجي في نهاية الجملة التانية. اقول مثلا he didn't use his car، هو لم يستخدم سيارته، he used his father's instead، استخدم سيارة والده بدلا من ذلك. بصوا instead جت في الاخر ازاي. طيب اما instead of بيجي بعدها لاما noun اسم لاما verb فعل متضاف له ing. يعني اقول ايه؟ it was fun كانت حاجة مرحة او ممتعة، to be a teacher ان انت تكون مدرس، instead of a student بدلا من ان تكون طالب. طيب instead of doing his homework بدل ما يعمل واجبه، he went to bed ذهب للفراش. important expressions and prepositions تعبيرات وحروف جر هامة. اولا بنبدأ بالexpressions التعبيرات. يؤلف قصص write stories، write stories لبعض الوقت، for a while، for a while، for a while، بذلت قصارى جهدي، tried my best، tried my best، ينضم إلى فريق، join the team، join the team، يشارك في، take part in، take part in، يقدم مساعدة، help out، help out، يجمع القمامة، collect litter، collect litter، يمد يد العون أو يساعد، give a helping hand، give a helping hand، يتأكد، make sure، make sure، يتعلم شيء جديد، learn something new، learn something new، ممتع للغاية، really fun، really fun، نهاية رائعة، an amazing end، an amazing end. طب البروبوزيشنز بقى حروف الجر اللي هو باللون اللبني دوت، ده ايه؟ حرف جر بيجي مثلا مع الكلمة دي. ينظف clean up، clean up، في البداية at first، at first، يقرر أن decide to، decide to، وبيجي بعدها الانفينيتيف يعني مصدر الفعل. يعني ايه مصدر الفعل؟ يعني الفعل من غير اي اضافات، يعني play تبقى play، لا playing ولا play، تمام؟ اسم مصدر الفعل. يبقى اما تجيب كلمة decide to يقرر أن، جيب بعدها فعل في المصدر. طيب لمدة 6 أسابيع مقبلة، for the next 6 weeks، for the next 6 weeks، في نهاية at the end of،
at the end of ينتظر شخص أو شيء wait for wait for يجمع القمامة من pick up letter from pick up letter from ليلا at night at night يقلع عن أو يستسلم give up give up وبيجي بعدها مصدر الفعل بس بضيف له ing تمام؟ أثناء أو خلال الأجازة over the vacation over the vacation جزء من part of part of بصوا كده معايا الـ OF هنا بتنطق of ماشي؟ دي بتتنطق of لكن اللي هي O double F كده تمام؟ اللي بتيجي ساعات بمعنى يخلق بتنطق of دي بتتنطق of لكن الـ OF دي بتنطق of أول جزء من اسمها part of اوكي دي اللي بتتنطق اوف لكن دي بتتنطق اوف تمام في بيج 19 في صفحه رقم 19 عندنا ريدنج اند ليسننج سكيلز مهارات القراءه والاستماع نصوص القراءه واحنا عندنا هنا نصوص القراءه بتاعتنا بتتكلم على الاجازات الصيفيه وممكن نقضيها في ايه او نشوف اصدقائنا قضوا اجازتهم الصيفيه في ايه طيب ده زي ما انتم شايفين كده احنا اللي قدامنا دوت بلوك بوست منشور في مدونه وصاحب المدونه دي اسمه عمر كاتب لنا عن حاجه هو عملها فبيقول هاي اي ام عمر اهلا انا عمر This summer was great هذا الصيف كان رائع I played football every day يعني لقد لعبت كرة القدم كل يوم At first في البداية I played انا لعبت with some of my neighbors في البداية لعبت مع بعض جيراني In the street في الشارع Our street is quiet and very safe الشارع بتاعنا هادي وآمن للغاية We had a lot of fun and we like to imagine that we were famous football players يعني استمتعنا كثيرا وأحببنا أن نتخيل أننا لعبوا كرة قدم مشهورون يعني هما كانوا بيلعبوا وبيمرحوا فرحانين وحاسين كأنهم كده أو بيتخيلوا أن هما لعيبة كرة قدم مشهورة هما بيلعبوا زين بعد كده a new boy joined in بعد كده انضم لينا ولد جديد he told me هو أخبرني about a football club عن نادي كرة قدم in our area في منطقتنا one afternoon وفي يوم من الأيام بعد الظهر I decided to go to the club قررت أذهب للنادي ده اللي هو الصديق الجديد قال عليه There were lots of boys كان في أولاد كتير playing in two teams بيلعبوا في فريقين and I watched them وشاهدتهم for a while يعني أنا قعدت بقى أتفرج عليهم كده وهما بيلعبوا لفترة زين بعد كده the coach جه المدرب saw me شافني رأوني and asked if I played football too يعني بعد كده رأوني المدرب وسألني إذا كنت ألعب كرة القدم أيضا Do you want to try playing with the team? He asked. يعني هو سأل. قال هل تريد تجربة اللعب مع الفريق؟ Of course I did. يعني بالطبع فعلت ذلك. بسرعة يعني انضمت للفريق ولعبت معي. The coach watched me. المدرب شاهدني. Kick وانا باركل the ball الكورة. And said I was a talented football player. وقال لي ايه بقى؟ قال لي ان انت لاعب كرة قدم موهوب. He asked me هو طلب مني to join the team إن أنا أنضم للفريق. For the next six weeks خلال الأسابيع الستة التالية I played with my neighbors أنا لعبت مع جيراني in the morning في الصباح and then وبعد كده with the team مع الفريق at the football club في النادي بتاع كرة القدم in the afternoon بعد الظهر. It was very tiring يعني كان شيء متعب جدا but really like fun لكن حقا كان شيء ممتع. At the end of the summer في نهاية الصيف we took part in a tournament يعني احنا شاركنا في بطولة I was nervous انا كنت متوتر about it بخصوص البطولة دي but excited لكن كنت متحمس I tried my best and scored three goals يعني انا بذلت قصارى جهدي وسجلت ثلاثة اهداف Our team won the tournament. فريقنا فاز بالبطولة. It was an amazing end. كانت نهاية مذهلة to the summer للصيف. يعني كانت نهاية مذهلة للصيف. كان صيف ايه جميل يعني. بعد كده مديني سؤالين بيقولك give a suitable title for the passage اعطي عنوان مناسب للفقرة. هو مجاوبها Omar's summer vacation activities. يعني الأنشطة الصيفية لعمر. طب question number two what did the coach ask Omar to do يعني ماذا طلب المدرب من عمر ان يفعل طبعا طلب منه ان هو يلعب كرة قدم وينضم للفريق يبقى طلب منه to
to play football إن هو يلعب football يعني يلعب كرة قدم and join وينضم وينضم إيه join the team ينضم أو يلتحق بالفريق to play يبقى هو طلب منه to play football and join the team. بعد كده في page 20 صفحة رقم 20 بيقولك tell us about your summer vacation and post your photos يعني بيقولك أخبرنا عن أجازتك الصيفية وانشر صورك. دي طبعا مدونات لأصدقائنا كل واحد بيقول عمل إيه في الأجازة الصيفية. هنا صديقتنا اسمها إليسا إليسا بتقول starting a local group to collect litter. إليسا أنشأت مجموعة محلية لجمع قمامة فبتقول I noticed أنا لاحظت that there were too many empty cans and chocolate bar wrappers يعني بتقول لقد لاحظت وجود عدد كبير جدا من العلب الفارغة وأغلفة الشوكولاتة on the streets في الشوارع in our city في مدينتنا last summer civil fair. I decided to do something about it. وقررت أن أفعل شيء حيال ذلك. لقيت وهي ماشية في الشوارع في ورق كتير بتاع شوكولاتة وعلب كنز كتير. فقررت إنها تعمل بقى حاجة. تمام عملت إيه؟ قالت I didn't want to wait for the adults to clean up our streets. يعني بتقول أنا ما كنتش برغم إن أنا أنتظر الكبار لغاية لما ينظفوا الشوارع بتاعتنا. I made some posters أنا قمت بعمل بعض الملصقات to ask young people عشان أطلب من الشباب to join إن هما ينضموا my group للمجموعة بتاعتي. Four people came في أربع أشخاص جم to our first meeting في الاجتماع بتاعنا الأول. We picked up litter from one part of the city يعني بيقول بتقول قمنا بجمع القمامة من أحد أطراف المدينة من جزء واحد من المدينة put it in bags ووضعناها في أكياس and talk it to the recycling center واخذناها الى مركز اعادة التدوير. The week after that يعني بعد في الاسبوع التالي يعني 8 people 8 اشخاص came at and then after that there were 12 of us يعني بيقول لك بعد مرور اسبوع جه 8 اشخاص وبعد كده اصبحوا 12 شخص في الفريق بتاعه فريق التنظيف ده. The group grew يعني and grew بتقول لك بقى ان المجموعة ديت نامت ونامت كبرت وكبرت over the vacation خلال العطلة او الاجازة and now well and it has 24 members والوقت يعني بتضم 24 عضو. طبعا في الاخر بقى ماضية بقى ايه اسمها في المدونة إليسا سالزبرغ استراليا. إليسا دي من سالزبرغ استراليا. بعد كده صديقنا ليون من مانشستر يو كي من المملكة المتحدة من انجلترا يعني بيتكلم بقى بيقول ايه writing stories using AI يعني هو هنا هيتكلم عن كتابة القصص باستخدام الذكاء الاصطناعي. فبيقول last summer الصيف الماضي I did something really fun قمت بشيء ممتع حقا. عملت ايه يا استاذ ليون؟ I took part in a project where young people write stories using AI يعني بيقول انا شاركت في مشروع المشروع ده فيه الشباب بيكتبوا القصص باستخدام الذكاء الاصطناعي because computers write them يعني لان اجهزة الكمبيوتر هي اللي بتكتبها. We had احنا ليه سمينها ذكاء صناعي قصص بواسطة الذكاء الصناعي لان مش احنا اللي بنألفها ده الكمبيوتر اللي بيألفها تمام فاسمها ذكاء اصطناعي. We had to check to make sure that there were no mistakes in them. طيب يعني عشان خاطر أجهزة الكمبيوتر هي اللي بتكتب القصص دي كان علينا التحقق للتأكد من عدم وجود أخطاء فيها. Before I started قبل ما أبدأ I didn't know ما كنتش عارف that AI إن الذكاء الاصطناعي can write really good stories يعني أنا قبل ما أدخل في الموضوع دوت أنا ما كنتش أعرف إن الذكاء الاصطناعي يمكنه كتابة قصص جيدة حقا. You imagine that only people can write stories يعني أنت بتتخيل إن الناس بس هي اللي تعرف أو يمكنها إنها تكتب القصص but AI اللي هو artificial intelligence can give a helping hand يعني بيقول لك يعني انت بتتخيل ان الاشخاص وحدهم بس هم اللي بيمكنهم كتابه القصص لكن الذكاء الاصطناعي يمكنه تقديم يد المساعده. I was surprised انا كنت مندهش most of the stories معظم القصص I read اللي انا قراتها were fine كانت جيده but sometimes لكن احيانا I found something strange لكن احيانا كنت بلاقي شيء غريب انزل فيهم
For example, على سبيل المثال, there was one story, كان في قصة where the sun never sets. كان في قصة من القصص اللي أنا قريتها بالذكاء الاصطناعي دوت, كانت الشمس فيها لا تغرب أبدا. Of course, طبعا that's not possible, ده مش ممكن. So I changed, عشان كده أنا غيرت that part of the story, الجزء ده من القصة, وماضي اسمه ليون مانشستر يو كي. طيب بعد كده في أسئلة على الريدنج اللي احنا قرأناه دلوقتي. بيقول لك بقى what did Elisa find on the streets, يعني ماذا وجدت إليسا في الشوارع. هو مجاوب she found empty cans and chocolate bar wrappers, يعني هي وجدت علب فارغة وأغلفت ألواح الشوكولاتة أو أغلفت شوكولاتة دي فارغة في الشوارع. طيب بصوا كده معايا السؤال التاني, بيقول لك how many members are there in the group now, يعني كم عدد الأعضاء الموجودين في المجموعة الآن, مجموعة التنظيف بتاعت ليسا في آخر الكلام قالت عندها كم واحد. بص كده في الفقرة قالت it has 24 members, يعني هي بقى فيها 24 عضو, يبقى دي إجابة السؤال التاني اللي تحت اللي هو عنده النقط. اوكي بعد كده في بيج 21 صفحة رقم 21, صديقتنا جميلة من الأقصر إيجيبت, من الأقصر في مصر, بتقول teaching adults to read and write Arabic, تعليم الكبار القراءة والكتابة باللغة العربية. بتقول 2 months ago, من شهرين فاتوا, I started helping out at a project in my city, يعني بدأت المساعدة في مشروع في مدينتي. In this project, في المشروع دوت, young people, الشباب, like me, مثلي, help adults, بيساعدوا البالغين, الناس الكبيرة يعني, who can't read and write, اللي ما بيعرفوش يقرأوا ويكتبوا Arabic, اللغة العربية. My partner, يعني بتقول شريكتي, was Mrs. عزة, شريكتي في الموضوع ده كانت السيدة عزة, الأستاذ عزة, and she was very nice, وهي كانت لطيفة جدا. First, أول حاجة, we looked at the alphabet together, يعني أول حاجة إحنا نظرنا إلى الحروف الأبجدية معا. كان يعني بصوا كده بقى, هي هتعلم واحدة ست كبيرة اسمها إيه, اسمها ميسيس عز, هتعلمها القراءة والكتابة باللغة العربية. فأول حاجة هم بصوا على الإيه, ألف به ته, الحروف الإيه الأبجدية, بصوا عليها مع بعض. I said, أنا قلت the sound for each letter, وأنا قلت صوت كل حرف, and Mrs. عزة, والسيدة عزة, repeated it, قررتها. تمام, هي الوقت بتعلمها ألف ب من الأول خالص, عشان هي الست السيدة عزة دي ما بتعرفش تقرأ, فهي بتعلمها, قال عادي يقولوا ألف ب ت, وهي السيدة عزة بتردد وراها. Sometimes, أحيانا she nearly gave up, يعني أحيانا هي بتبقى يأست بقى أو بتستسلم. بعد ذلك, لكن بعد كده I said things like, بس أنا بقى بشجعها وبقعد أقول لها بعض الأشياء زي you are doing really well, أنت حقا يعني بتؤدي بشكل جيد, أنت كويسة يعني, don't stop now, ما تتوقفش دلوقتي, كملي. طبعا تعلم القراءة والكتابة ده في سن كبير بيبقى صعب, فهي الست كل ما تحبط بقى ومش عايزة تكمل, لا, تيجي صديقتنا جميلة تشجعها وتقول لها ما تتوقفش دلوقتي, ده انت بتأدي بشكل جيد. It was fun to be a teacher instead of a student, especially when I asked her did you do your homework this week. طيب صديقتنا جميلة بتقول بقى ان هو من الممتع يعني ان الواحد يكون معلم بدل ما يكون طالب, خاصة لما كنت بسأل السيدة عزة اقولها انت عملت الواجب الاسبوع دوت يعني ولا لا, هل كنت بعمل الواجب, or what did you learn yesterday, او اقول لها ماذا تعلمت بالامس. It was great to help Mrs. عزة, كانت حاجة رائعة ان انا ساعد السيدة عزة, learn something new, يعني في تعلم شيء جديد. وجميلة اللي هي بتساعد الناس الكبار في تعليم اللغة العربية, ماضية بقى في المدونة بتاعتها جميلة لوكسور ايجيبت. في نفس الصفحة في بعض السكيلز, بعض المهارات اللغوية, بيعلمنا بقى لما جينا كلمة جديدة علينا ان احنا نخمن الكلمة دي. تمام, بيقولك guessing the meaning of new words, خمن او استنبط المعاني الجديدة للكلمات او المعاني للكلمات الجديدة يعني. فبيقولك أول حاجة learn, تعلم. When you find a new word, لما تلاقي كلمة جديدة تعمل إيه؟ First, أول حاجة try to understand what type of a word it is. أول حاجة حاول تعرف نوع الكلمة دي. إحنا طبعا عندنا كلمات اسم
وفعل وصفة وحال، فاحنا لازم نبص للكلمة كده ونعرف هي ايه نوعها ايه. طيب لو كانت اناون اسم يبقى before اناون قبل الاسم. we usually احنا عادة find an article بنلاقي فيه مثلا بنلاقي فيه a او an او ذا، تمام كده؟ يعني مثلا نقول ايه مثلا دورة العاب او بطولة، نقول a tournament the game اللعبة، تمام؟ فقبل الاسم بحط a او an او ذا، بحط الارتكلز دي. طب لو كانت an adjective الكلمة اللي قدامنا ديت الجديدة، لو كانت صفة describes a person هتلاقيها بتوصف شخص، or a thing أو شيء، يعني بتقول talented football player يعني لاعب كرة قدم موهوب، new friends أصدقاء جدد. طب لو الكلمة الجديدة اللي قدامنا دي a verb فعل، هتلاقيها describes an action بتوصف حدث، تقول I played football لعبت كرة قدم، I joined the team أنا انضميت للفريق. طب لو الكلمة اللي قدامنا دي adverb يعني حال، describes a verb هي الحال ده بيوصف الفعل، an action بيوصف حركة يعني. تقولي مثلا you are doing well أنت تؤدي بشكل جيد، he did his homework lazily هو قام بعمل واجبه بكسل. طب في بيج 20 توصف حركة 22 في براكتس في تدريب بقى اللي احنا قلناه دوت، بيقول لك هنا read and decide اقرأ وقرر the type of the underlined words قرر نوع الكلمات اللي تحتها خط، verb هي فعل فاكتب v جنبها، noun اسم اكتب n جنبها، or adjective ولا صفة اكتب adj جنبها. اوكي طب هنا بيقول لك I decided to go to the club أنا قررت أذهب للنادي، decided دي إيه؟ قرر فعل نكتب verb، club النادي ده noun اسم. طب هنا the coach المدرب watched me شاهدني kick the ball وأنا بركل الكرة، طب الكوتش المدرب دوت إيه؟ ده noun، وكيك يركل طبعا كيك ده يركل يعني verb فعل. I was a talented football player أنا كنت لاعب كرة قدم موهوب، طب talented دي إيه؟ دي adjective. طب player لاعب ده noun اسم. طب نحل بقى exercises تدريبات على الفوكابيولري على المفردات، choose the correct answer اختار الإجابة الصحيحة. Can you have life in space is يعني هل يمكنك أن تتخيل كيف تكون الحياة في الفضاء؟ يتخيل يعني imagine. make يصنع join ينضم وscore يحرز. the trained the football team well before the final match عايزين نقول مين اللي درب فريق كرة القدم بشكل جيد قبل المباراة النهائية، مين اللي هيدرب الفريق؟ طبعا الكوتش المدرب. reader قارئ partner شريك neighbor جار. he is a هو a basketball player he always wins and scores many goals عايزين نقول هو لاعب كرة سلة موهوب وهو دايما بيفوز وبيحرز الكثير من الأهداف. طب عايزة كلمة موهوب اللي هي talented. lazy كسول tired متعب و slow بطيء. we have a lot of free time احنا عندنا الكثير من وقت الفراغ for activities الأنشطة on our في ايه؟ في الأجازة بتاعتنا في العطلة بتاعتنا on our vacation. work عمل sound صوت شيء we lessons يعني دروس أو حصص. I use a colorful A to wrap the present for my mom's birthday يعني بقول أنا استخدمت عايز أقول غلاف ملون لتغليف الهدية لعيد ميلاد أمي. طيب غلاف يعني إيه؟ طبعا إحنا لسه واخدينها اسمها إيه؟ اسمه wrapper. project مشروع story قصة و player لعب. How many goals كم عدد الأهداف did عمر in the tournament يعني كم عدد الأهداف اللي أحرزها عمر في البطولة. طب يحرز يعني score. decide يقرر run يجري walk يمشي. I had to aim my writing to make sure that there were no mistakes يعني يجب علي أن أفحص كتابتي لكي أتأكد أنه لا يوجد هناك أخطاء. طب يفحص أو يتأكد اسمها check. imagine يتخيل give up يستسلم وكيك يأكل. Elisa noted problems إليسا لاحظت مشكلات and made changes وعملت تغيرات to ism عملت تغيرات عشان تحل المشكلات دي. طب يحل يعني solve. start يبدأ take يأخذ وجرو يعني.
The doctor's job وظيفة الطبيب is إيه مالها؟ But it is very important for the community. لكن مهمة جدا للمجتمع. طبعا وظيفة الطبيب دي tiring متعبة، بس هي مهمة للمجتمع. tiring متعب. تمام، الوظيفة بتاعت الطبيب متعبة لكن مهمة جدا للإيه للمجتمع طبعا. bad سيء، strange غريب، nervous متوتر أو عصبي. You should use a strong password to stay online. يعني ينبغي عليك ان انت تستخدم كلمة مرور، كلمة سر قوية عشان تبقى امنا عبر الانترنت. وامن يعني safe. To stay safe online عشان تبقى امنا عبر الانترنت. Free يعني حر او مجاني، busy مشغول، وclean ينظف. Page 23 صفحة 23 مكملين في اسئلة الاختيارات. Who is the funniest in your family? Like my younger brother. بنقول لك مين هو العضو المضحك اكتر في عائلتك؟ هو اخي الاصغر. اكتر واحد بيضحك في عائلتك مين؟ الاخ الاصغر. طيب عضو يعني ايه؟ عضو يعني ممبر. سربرايز يعني يفاجئ، وركشوب ورشه، وبوستر يعني ملصق. ماي فيفرت ايه اون ذا فيكيشن، عايزين نقول ايه عندي المفضل في الاجازه؟ از تو فولنتير، ان انا اتطوع ات ا كوميونيتي جاردن في حديقه مجتمعيه. عايز اقول بقى ايه نشاطي المفضل في الأجازة؟ هو أن أتطوع في حديقة مجتمعية. طب نشاط يعني إيه؟ activity. كلب نادي، tournament يعني يعني دورة مسابقات أو بطولة يعني، software برمجية. We should say ينبغي أن نقول things أشياء إيه to help عشان يساعد and support people وندعم الناس to continue working عشان يستمروا في العمل. يعني احنا عايزين نقول ايه بقى؟ عايزين نقول اشياء ايجابيه، وايجابي يعني بوزيتيف، نقول كلام حلو للناس عشان نشجعهم. لكن نيجاتيف دي يعني سلبي، لما اقول say negative things يعني اقول كلام مش كويس يضايق الناس، باد سيء، unkind غير عطوف. لا، انا اقول للناس positive things اشياء كده ايجابيه عشان اشجعهم ان هم يكملوا العمل. زي ما عملت البنت اللي اسمها جميله وهي بتعلم السيده عزه، وقعدت تشجعها وتقول لها كملي انت بتأدي بشكل جيد عشان تكمل تعليم اللغه العربيه. طيب don't give a you are doing a great job، يعني عايزه اقول لك بقى ايه، يعني ما تيأس، انت بتقوم بعمل شيء رائع، ما تيأس. طيب عايزه اقول لك don't give up، لا تستسلم، يعني انت بتقوم بمهمه او وظيفه رائعه. طب we are happy to part in this interesting school project، يعني احنا بنقول احنا سعداء لاننا بنشارك في هذا المشروع المدرسي الشيق. we are happy to ايه بقى؟ نقول to take part in. take part in يعني يشارك، احنا سعداء ان احنا بنشارك في المشروع المدرسي الشيق ده. take يعني هنا take يعني ياخذ، بس take part in على بعضها معناها يشارك. خلاص هنا عندنا go يذهب، talk يتكلم، وقام ياتي. أحمد didn't drink coffee، أحمد ما شربش القهوة. he drank juice، هو شرب عصير. عايزين نقول بدلا من ذلك، يبقى هنقول إيه بقى؟ هنقول instead. وكلمة instead بدلا من ذلك بتيجي في نهاية الكلام، مش هقدر أخد to أيضا ولا also عشان دول بيجوا بقى في ما يكون حاجة مثبتة، لكن الكلام هنا منفي. كمان مش هقدر إن أخد instead of، لأن instead of بيجي بعدها إيه؟ بيجي بعدها طبعا ما بتبقاش اصلا في اخر الايه الجمله، وكمان بيجي بعدها فعل في المصدر بضيف له اي ان جي او اسم. طب هنا في بردك بعض السبيكنج سكيلز، بعض مهارات التحدث. بيقول لك asking and answering questions about summer vacation activities، السؤال عن انشطه العطله الصيفيه والاجابه عليها. لو واحد بيسالك انت بتعمل ايه في الصيف، ترد عليه تقول له ايه مثلا؟ يعني واحد بيقول لك which activities، الأنشطة do you do اللي انت بتقوم بيها in the summer vacation في العطلة الصيفية. تقول له مثلا I play in tournaments، انا بلعب في بطولات، and I help out at my family's workshop، يعني انا بشارك في البطولات وبقدم مساعدة في ورشة العمل الخاصة بعائلتي، عندنا ورشة كده بساعدهم في الشغل فيها بتاعت العيلة بتاعتي. طيب مثلا which activities، الأنشطة would you like to do، الأنشطة اللي تود القيام بيها. تقول مثلا I'd like to volunteer، أود إن أنا أتطوع at a community garden في حديقة مجتمعية to help other people عشان أساعد الناس الآخرين make their local area better، إن هم يجعلوا منطقتهم المحلية أفضل. What did you do in the summer vacation، ماذا فعلت في أجازة الصيف؟ تقول مثلا I helped my grandma، أنا ساعدت جدتي in her garden في حديقة منزلها
او الحديقه الخاصه بيها. We planted lots of flowers. احنا زرعنا lots of flowers يعني الكثير من الزهور. بعد كده عندنا درس الجرامر الخاص بالدرسين الاول والثاني من الوحده الاولى بيج 24 صفحه 24، وهو بقى جرامر مش جديد، احنا واخدينه في ابتدائي اللي هو the past simple tense زمن الماضي البسيط، واللي احنا كنا بنستخدمه لما نحب نعبر عن حاجة حدثت وانتهت في الماضي، زي لما بقول I visited my uncle، انا زرت عمي، خلاص حدث ايه انتهى تمام في الماضي، فده اسمه زمن ماضي بسيط. طب بيتكون من ايه الماضي البسيط ده؟ احنا طبعا عارفين ان في نوعين من الافعال، افعال regular اللي هي الافعال المنتظمة regular verbs اللي هي بضيف في نهايتها دي او اي دي او اي اي دي فبتتحول للماضي، زي مثلا play يلعب play لعبة، وش يغسل واش غسل وهكذا. بيقول لك قواعد إضافة الدي أو الإي دي أو إي دي للفعل المنتظم في زمن الماضي البسيط، بيقول لك لو الفعل بينتهي بإي حط دي بس، زي invite يدعو invite الدعاء، لو الفعل آخره واي وقبله حرف متحرك، الحروف المتحركة أو الأصوات المتحركة خمس حروف طبعا اللي هم الإي والإي والآي والأو واليو، لو حرف الواي قبله حرف من الحروف دول يبقى حط في اخره اي دي، زي stay يبقى تبقى stayed بقى او اقام. طب الواي قبلها حرف ساكن يبقى تحذف الواي وتضع بدلها اي اي دي، زي carry يحمل تبقى carried حمل. بيقول لك بقى هنا عندك لو في حرف ساكن قبله حرف متحرك في نهايه الكلمه ضاعف الحرف الاخير وضيف اي دي، يعني stop يتوقف stopped توقفه، بص ضعفت الحرف الاخير ازاي. drop يسقط dropped اسقطه، ليه بقى؟ لان الكلمه او الفعل اخره حرف ساكن وقبله حرف متحرك، فما اجي اضيف الاي دي اضاعف الحرف الاخير. بعض الافعال لا يضاعف الحرف الاخير بها، زي open يفتح open مفتوح. امثله بقى بيقول لك last summer الصيف اللي فات I decided to do something to help my city، انا قررت اعمل شيء عشان اساعد مدينتي. ده بالنسبه للافعال المنتظمه. اما بقى الافعال الايرجولار فيربس الافعال غير المنتظمه لها تصاريف خاصه تحفظ كما هي، يعني بنجيب الفعل الاول بعدين التصريف الثاني للفعل، يعني مثلا زي ما اقول ايه cut يقطع الماضي بتاعها cut تمام، eat ياكل الماضي بتاعها eat اكله، put يضع الماضي بتاعها put وضع، drink يشرب الماضي بتاعها drink شرب. أقول we bought إحنا اشترينا a new car سيارة جديدة last month الشهر الماضي. أما verb to be in the past verb to be في الماضي، verb to be فاكرين اللي هو كان am و is و are في المضارع معنى يكون، في الماضي بقى الماضي بتاعهم was أو were، يعني عايز أقول أنا كنت أو I was، هو كان he was، هي كانت she was، مع المفرد بقول a was كان it was أو أي فعل مفرد. طب مع الجمع بقى اقول وير كانوا او وي وير احنا كنا مثلا في الحديقه، زي وير هم كانوا، يو انت او انتم وير او اي فعل جمع. وعند النفي بستخدم wasn't، يعني لم اكن مثلا I wasn't at the park انا ما كنتش في الحديقه العامه، ومع الجمع اقول weren't لم يكونوا، اقول زي weren't at the cinema هم ما كانوش في السينما. اوكي مثلا الامثله هي عشان توضح my partner شريكي was Mrs. عزة، شريكتي هي السيدة عزة and she was very nice وهي كانت لطيفة جدا. They weren't in the same class هم ما كانوش في نفس الفصل last year العام الماضي. طب في الصفحة اللي قدامها بقى لما اجي انفي في الماضي اقول الحاجة دي لم تحدث، ماشي انا لم افعل تمام، اقول لم افعل دي اسمها didn't، اسمها ايه؟ اسمها didn't، يجي قبلها الفاعل وبعدها مصدر الفعل. اقول yesterday بالامس I didn't want لم اريد to leave ان انا أغادر the garden الحديقة، يبقى ما اجي أنفي في زمن الماضي البسيط بنفي didn't وبعدها بيجي الفعل في المصدر. طب في صيغة الاستفهام في نوعين من الأسئلة يا ولاد، في سؤال بمعنى هل بيبدأ بفعل مساعد، وفي سؤال بيبدأ بكلمة استفهام اللي هي أدوة الاستفهام هي what where when كده. طب قالك بقى ما تيجي تسأل سؤال بمعنى هل في الماضي البسيط اسأل بديد في الأول وبعدها subject الفعل وبعدهم الانفينيتيف المصدر، يعني مثلا تقول ايه did you take part in a tournament last week، هل انت شاركت في بطوله الاسبوع الماضي، تقول بقى ما تيجي تجاوب بقى سؤال اوله did، لما تيجي تجاوب عليه تجاوب بنفس الايه يعني الفعل المساعد اللي انت سالت بيه، لو سالك بديد تقول yes I did او no I didn't تمام.
اما بقى الاسئله اللي بكلمه استفهام بجيب الكويشن وورد كلمه الاستفهام الاول، وبعدين ديد عشان الكلام في الماضي، السؤال في الماضي، والسبجكت الفعل، والان اي والانفينيتيف مصدر الفعل. اول وات ديد يو دو يسترداي، ماذا فعلت بالامس؟ تقول مثلا اي فيزيتد ماي انكل يسترداي، انا زرت عمي بالامس. طب ايه الكي ووردز بقى؟ ايه الكلمات والعبارات لما بشوفها بعرف ان ده ماضي بسيط؟ ايه هي الكلمات والعبارات لما بشوفها بعرف ان ده ماضي بسيط؟ زي كلمه في الماضي ان ذا باست، هي ماضي بسيط. مثلا اجو، اجو دي يعني منذ، وبيجي بعدها فتره زمنيه او مده محدده. اقول 3 years ago، من 3 سنوات مضت. yesterday بالامس. ان وسنه ماضيه، يعني بنقول لك ان في وسنه فاتت يبقى الكلام كله جاي في الماضي. خلاص ان مثلا 2000 سنه 2000 حصل كذا وكذا وكذا، فايه ده الكلام ده فين؟ في الباست، في الماضي. لما تكون بتحكي قصة أو حكاية تقول once أو one day، ذات مرة أو ذات يوم. لما تقول عندما كنت صغير السن، when I was young أو little. لما تقول كلمة last، last دي بقى يعني الماضي، أول ما بتشوفها تعرف إن الكلام في الماضي البسيط على طول. زي بقى تقول last year السنة الماضية، last month الشهر الماضي، last week الأسبوع الماضي، last Tuesday الثلاثاء الماضي، وهكذا. مثلا نقول 3 months ago، منذ 3 أشهر مضت، I started helping out at my father's workshop، أنا بدأت أساعد في ورشة أبي. زي ما قلنا في أول خالص، الاستخدام بتاع الماضي البسيط، بنستخدم الماضي البسيط للحديث عن أحداث بدأت وانتهت في الماضي. She went to school 2 hours ago، هي ذهبت للمدرسة من ساعتين مضوا. طب تعالوا نحل أسئلة على الجرامر، على الماضي البسيط، بيج 26 صفحة 26. Choose the correct answer، اختار الإجابة الصحيحة. Elisa the leader of a group that got bigger over the summer، بيقول لك Elisa كانت قائدة المجموعة اللي كبرت عبر الصيف. طب Elisa كانت، Elisa دي مفردة، وعايزة أقول كان للمفرد أقول was. طبعا are و where دول بتوع الجامعة، وإليسا مفرد، وديد مش هتنفع هنا لأن دايما ديد بيجي بعدها فعل في المصدر، فالكلام هنا مش هينفع ديد خالص. تمام، يبقى إليسا كانت قائدة المجموعة اللي كبرت عبر الصيف أو خلال الصيف. What you do last summer، ماذا فعلت الصيف الماضي؟ طبعا أنا عايز أسأل إيه؟ تبصوا كده أول ما بتلاقوا كلمة last دي بتعرفوا إن السؤال ده في الماضي البسيط، يبقى هنا بعد أداة الاستفهام أحط الفعل المساعد did. تمام، وديد دي في شرط ليها، لازم يجي بعدها فعل في المصدر. لو ما كانش فعل في المصدر في الحالة دي أحط was للمفرد و where للجمع، بس هنا في فعل في المصدر، فاقول what did you do last summer، ماذا فعلت في الاجازه في الصيف الماضي. خلاص، طيب 2 months من شهرين، ايه من شهرين مضوا. I started helping out at my community، انا بدات اساعد في مجتمعي. طب عايزه بقى كلمه بتدل على الماضي البسيط ويجي قبلها مده زمنيه، اللي هي كلمه ايه؟ منذ، اللي هي ago. طيب بعد كده did you your homework last night، هل قمت بعمل واجبك الليله الماضيه؟ طيب اول ما بلاقي did لازم اجيب بعدها الفعل في المصدر من غير اضافات، يبقى did you do، هل قمت بعمل. my dad ابي made toys، يعني كان بيعمل العاب، and I him، وانا كنت بساعده. بصوا بقى معايا، انا عندي هنا في كلمه اسمها and، and دي يعني وين؟ الزمن اللي بيجي قبل and هو اللي بيجي بعدها. طب الزمن هنا ايه؟ قال لك made، made ده يعني صنع، تمام؟ الماضي بتاع make صنع. طيب يبقى هنا لازم يجي ماضي برضو. بابا كان بيعمل العاب، يصنع العاب، وانا كنت بساعده او انا ساعدته، تمام؟ يبقى اي عايزه ماضي بقى هنا، اي helped him، انا ساعدته، تمام؟ يبقى اما بتلاقي end الزمن اللي قبلها زي اللي بعدها، هنا ماضي يبقى هنا ماضي. طب هنا helped يعني ساعده. The coach said، المدرب قال I a talented football player، المدرب قال إن أنا كنت لاعب كرة قدم مشهور. أنا كنت، I was. Who this delicious apple pie last night I liked it، يعني بقول مين اللي أعد أو مين اللي عمل فطيرة التفاح اللذيذة ليلة أمس، أنا أحببتها، عجبتني فطيرة التفاح ديت. طيب الكلام في الماضي عشان في last night، يبقى اجيب هنا فعل في الماضي، يبقى هو الماضي بتاع make يصنع او يعد، اللي هي made، يبقى هو made، من الذي اعد فطيرة التفاح ليلة امس؟ عجبتني، عجبتني فطيرة التفاح. all the streets، كل الشوارع busy yesterday، كانت مزدحمة بالامس after the match، بعد المباراة. الشوارع جمع، عايز اقول كان للجمع، اقول ايه where،
كل شوارع كانوا مزدحمين ليلة أمس. طيب he to the club but he didn't play football. هو ذهب للنادي بس ما لعبش كرة قدم. الكلام في الماضي تمام، يبقى هنا عايزة فعل في الماضي. طب جو يذهب الماضي بتاعها ايه؟ went ذهب. هو ذهب للنادي بس ما لعبش كرة قدم. she wins the game although she trained hard. طيب بالرغم من ده بتعبر عن التناقض، بالرغم انها اتدربت كويس بجد يعني الا انها لم تفوز بالمباراة. طيب هنقول she didn't win the game. طبعا didn't هنا جاي بعدها الفعل بايه في المصدر. طيب بعد كده سؤال correct، سؤال التصحيح. last summer الصيف اللي فات was great، كان رائع. I play football every day، انا كنت بلعب كرة قدم كل يوم. طبعا last summer كلمة تدل على الماضي، الصيف الماضي، يبقى هنا هنجيب الفعل في التصريف الثاني. play يلعب، عايزة الماضي يبقى played let. What did you learning at school this week؟ يعني بقول لك ماذا تعلمت في المدرسة هذا الأسبوع، وقلنا بعد did بيجي الفعل في المصدر من غير إضافات يبقى نقول learn بس. I help my grandma، أنا ساعدت جدتي in her garden في حديقتها الخاصة last Friday الجمعة الماضية. طب last دي دل على الماضي يبقى عايزة فعل في التصريف الثاني. help يساعد، أخليها help تساعد، هضيف لها ايدي عشان هو فعل منتصب. I didn't want to wait for the adults to clean up our streets. أنا ما كنتش عاوزة أنتظر الكبار لغاية لما ينظفوا الشوارع بتاعتنا. بعد didn't قلنا بيجي الفعل في المصدر من غير إضافات يبقى I didn't want، أنا لم أريد. I didn't want to wait. الصفحة اللي قدامها 27، صفحة 27، مكملين بسؤال correct، سؤال التصحيح. There be 12 of us، كان في 12 مننا who cleaned up، اللي نظفوا our street، الشارع بتاعنا last week الأسبوع الماضي. طبعا الكلام في الماضي وعندي verb to be في الماضي لإما was لإما were بمعنى كان أو كانوا. طب احنا بنقول كان في 12 مننا، 12 يعني احنا جمع، يبقى هنقول there were، كان يوجد للجمع، كان في 12 واحد مننا بنظفوا الشوارع الأسبوع اللي فات. I scored two goals in the last match، أنا أحرزت هدفين في المباراة الماضية. أول ما تلاقي كلمة last الماضي دي تجيب الفعل في الإيه في التصريف الثاني، يبقى الماضي بتاع score هو فعل بينتهي بإيه، يبقى نضيف له دي بس. I scored، أنا أحرزت. Do you like volunteering؟ هل أنت بتحب التطوع؟ Yes I did، نعم. خلي بالكم معايا ان ده سؤال بمعنى هل بيبدا بفعل مساعد. الفعل المساعد اللي انا مجاوب بيه هو اللي بسال بيه، انا مجاوب بديد يبقى هسال بديد. When did you join the sports club؟ متى التحقت بالنادي الرياضي؟ طبعا بعد ديد بيجي الفعل في المصدر فشيل الاضافات يبقى join بس، التحق او انضم. They doesn't give up، هم لم يستسلموا. So they won the tournament، عشان كده هم فازوا بالبطوله. طيب هم فازوا بالبطولة، الكلام في الماضي يبقى هم لم يستسلموا، عايزة الكلام في الماضي، أنفي في الماضي بديدنت. Did they ready for the exam؟ هل هم مستعدين للامتحان؟ أنا مش هقدر أستخدم هنا did، أنا عايزة أقول هل هم كانوا مستعدين للامتحان؟ طب مش هقدر أستخدم did ليه؟ لأن مفيش بعدها فعل في المصدر، هنا ready يعني مستعد دي صفة. طب قال لك في حالة ان انت عايز تسأل في الماضي ومفيش فعل في المصدر ما تسألش بديت، لإما تسأل بقى لبواز كان للمفرد، لبوير كانوا للجمع. طب هما جمع يبقى اسأل بوير. وير زي، هل هما كانوا ريدي مستعدين فور ذا اكزام للامتحان؟ Put the words in the correct order to make sentences، ضع الكلمات في ترتيبها صحيح لتكوين جمل. طبعا ده سؤال ترتيب احنا عارفينه من ايه، من ابتدائي واحنا متعودين عليه. Yesterday visited museum I there، يعني لقد زرت المتحف بالامس. نبدا باللي تحته خط، نقول I visited the museum yesterday. طب go where you last weekend did، الى اين ذهبت في عطلة الاسبوع الماضي؟ where did you go last weekend.
طبعا احنا قلنا بعد أداة الاستفهام بنحط الفعل المساعد did لو كنا بنتكلم في الماضي، وبعدين الفاعل، وبعدين الفعل في المصدر. About he make a poster did activities his. هل هو قام بعمل ملصق عن أنشطته؟ بنقول did he make a poster about his activities. Did he make a poster about his activities? They win tournament, didn't they? هم لم يفوزوا بالبطولة. They didn't win the tournament. هم لم يفوزوا بالبطولة. آخر حاجة معانا النهاردة General Exercises on Lessons 1 and 2، تدريبة عامة على الدرسين الأول والتاني. Page 28 صفحة 28. Complete the following dialogue، أكمل المحادثة التالية. ده اسمه سؤال الدايلوج، سؤال المحادثة. ولما جينا سؤال المحادثة أنا لازم أقرأ المحادثة كلها قبل ما أحل أي حاجة، وخاصة رأس السؤال اللي مكتوب بالأسود التقيل ده عشان بيبين لي المحادثة بتدور عن إيه، وبشوف مين بيتكلم مين، وبراعي زمن المحادثة، هل احنا بنتكلم في المضارع ولا في الماضي ولا في المستقبل. طيب أشرف بيتكلم مع وليد، كويس؟ بنقول ايه بقى في رأس السؤال فوق؟ بيقول أشرف and وليد are talking about their summer vacation. أشرف ووليد بيتحدثان عن عطلتهم الصيفية، بيتكلموا على الأجازة الصيفية بتاعتهم. فأشرف بيقول ايه؟ How was your summer vacation وليد؟ كيف كانت عطلتك الصيفية يا وليد؟ رد عليه، احنا مش عارفين قال له ايه، حلوه ولا وحشه، فلازم نكمل عشان نعرف. قال له what about you، ماذا عنك انت؟ قال له it was great too، كانت ايضا رائعه. تمام، يبقى واضح ان اجازه وليد كانت رائعه برضه. يبقى هيقول بقى، هناخد الجزء ده هنكتبه، هيقول it was great، كيف كانت عطلتك الصيفيه؟ هيقول it was great، كانت رائعه، كانت اجازه حلوه قوي. طب what about you، وانت؟ قال له it was great too، كانت برضك رائعة. طب أشرف كمل وسأل سؤال، فوليد قال له I took part in a project، أنا شاركت في مشروع. يبقى هو يقول له طب انت عملت بقى ايه في الأجازة الصيفية؟ what did you do، ماذا فعلت؟ what did you do، what did you do in your summer vacation، أو what did you do، خلاص عملت ايه؟ قال أنا شاركت في مشروع. سأله سؤال كمان فقاله it was about writing stories using AI، يعني كان عن يعني المشروع دوت عن كتابة قصص بواسطة الذكاء الاصطناعي. طب يبقى هو هيقول له إيه؟ عن أي شيء كان المشروع؟ what was the project about، عن أي شيء كان المشروع اللي أنت اشتركت فيه ده؟ what was أو قمت بعمله، what was the project about، كان عن ايه؟ قال له عن ايه؟ الكتابة القصص بواسطة الايه؟ الذكاء الاصطناعي. كان AI write good stories، هو الـ artificial intelligence يعني الذكاء الاصطناعي بيستطيع ان هو يكتب قصص جيدة او يألف قصص جيدة. السؤال اوله كان، يبقى جاوب yes it can او no it can't، او لا، هنقول yes it can، الذكاء الاصطناعي بيألف قصص كويسة جدا. Yes it can، نعم بيستطيع. طيب بعد كده قال له great، رائع. Do you have to check the stories، هو انت يجب عليك ان انت تراجع القصص، يعني ما الذكاء الاصطناعي بيألف لك القصة ويظهرها لك على شاشة الكمبيوتر ولا الموبايل، هو بقى انت لازم تراجعها؟ هيقول له ايه؟ yes I do، السؤال بدو اجاوب yes I do، نعم لازم اراجعها واتاكد من القصه. Sometimes احيانا there are a few mistakes، بيبقى فيه القليل من الاخطاء. Read and complete، اقرا واكمل. هنكمل الفقره، في اربع فراغات في الفقره، هنكملها بالكلمات اللي موجوده في اعلى السؤال. Didn't يعني لم يفعل، story قصه، where كانوا project مشروع، وميل وجبه. Last summer الصيف الماضي I did something really fun، قمت حقا بعمل شيء ممتع. I took part in a، شاركت في ايه؟ في project، في مشروع، number one project.
where young people حيث الشباب write stories بيستخدموا أو سوري حيث الشباب بيألفوا قصص using باستخدام الـ AI الذكاء الاصطناعي because computers بسبب الكمبيوترات write them بتألفهم. We had to check to make sure that there were no mistakes in them. يعني بسبب ان الكمبيوترات هي اللي بتألف القصص دي فاحنا لازم نتأكد لو كان في أخطاء فيها ولا لا. Before نراجعها يعني راجع القصة. Before I started قبل ما أبدأ I know that AI can write really good stories. قبل ما ببدأ يعني في الموضوع دوت ما كنتش عارف ان الذكاء الاصطناعي بيألف قصص ايه حقا رائعة. طيب Before I started I didn't know. أنا كنت لا أعلم. Okay. أنا ما كنتش أعرف that AI can write really good stories. إن حقا الذكاء الاصطناعي بيستطيع أن هو يكتب قصص جيدة. You imagine. تخيل that only people إن الناس فقط can write stories. يعني أنا كنت لا أنت بتتخيل يعني أو إحنا بنتخيل إن الناس بس هي اللي بتعرف تألف القصص. But AI can give a helping hand. لكن الذكاء الاصطناعي بيقدم يد المساعدة في إيه تألف القصص. Most of the stories معظم القصص I read اللي أنا قرأتها fine كانت جيدة. We're fine. But sometimes لكن أحيانا I found something strange. لكن أحيانا كنت بلاقي شيء غريب. In one of them في أحداهم يعني. For example على سبيل المثال there was one where the story never sets at night. يعني في one story في قصة واحدة منهم كانت الشمس فيها لا تغرب أبدا. Of course that's not possible. طبعا ده حاجة مش ممكنة. So I changed that part of the story. عشان كده انا غيرت الجزء دوت في القصة. يبقى عندنا اول حاجة project، التانية didn't، التالتة where، والرابعة story. اما دي بقى زيادة. Choose the correct answer. اختار الاجابة الصحيحة. Who's the winning goal yesterday؟ احمد علي. من الذي احرز هدف الفوز بالامس؟ قالك احمد علي. طب الكلام في الماضي صح كده؟ عشان بالامس يبقى اجيب هنا فعل في الماضي. يبقى نقول who scored؟ من الذي احرز؟ He writing stories when he was 12. يعني هو بدأ كتابة القصص لما كان عمره 12 سنة. طيب بصوا كده was دي كان تمام كده ماضي. يبقى جيب هنا الفعل في الماضي برضه. يبقى نقول he started. هو بدأ. هو بدأ يكتب قصص أو يألف قصص لما كان عمره 12 سنة. آخر بيج معانا النهاردة 29. Ali is our إيه؟ علي بيكون إيه؟ He lives in house. بيعيش في منزل نمبر 9 رقم 9 in our street في شارعنا. يبقى علي ده جارنا. يبقى our neighbor جارنا. ده جارنا ساكن في الشارع بتاعنا في رقم 9. Parent يعني والد team very وfather up. We pick up the A and talk it to the recycling center. يعني احنا جمعنا او التقطنا القمامة واخدناها لمركز اعادة التدوير. يبقى we A pick up the litter. litter دي يعني قمامة. tree شجرة. plant نبات وflower زهرة. I feel أنا بشعر when I have a math test. بشعر إن أنا إيه لما بيكون عندي اختبار الرياضيات. It's very worrying. ده مقلق جدا اختبار الرياضيات ده. يبقى أنا بشعر بإيه بتوتر. بشعر إن أنا nervous متوتر أو عصبي. ببقى قلقان كده ومتوتر يعني. safe امن relaxed مسترخي وقام هادي. students الطلاب should do useful a in their free time. الطلاب ينبغي ان هم يقوموا بعمل ايه مفيد في وقت فراغهم. يقوموا بعمل انشطة مفيدة. انشطة يعني activities. problems مشكلات sounds اصوات و vacations يعني عطلات او اجازات. الناس ايه او الاطفال او الطلاب يقوموا بعمل انشطة في وقت الفراغ بتاعهم. It is not a to cut the watermelon with a knife. يعني ليس من الممكن أن نقطع البطيخة بدون سكين. يبقى it is not possible. إنه ليس من الممكن. bright صوت أو لامع. strange غريب. ready مستعد. can you your younger brother have to read English؟ يعني هل يمكنك أن تعلم أخوك الأصغر منك كيف يقرأ الإنجليزية؟ يبقى بقول بقى can you teach. هل يمكنك أن تعلم أو تدرس؟ imagine يتخيل وين يفوز وسكور يحرز. he go to the beach last summer. هو ذهب للشاطئ الصيف الماضي. طب بص بقى هو هنا في نفي يعني عايز يقول هو لم يذهب للشاطئ الصيف الماضي. طب هنا في فعل في المصدر فهنفي على طول ب didn't. he didn't.
هو لم يذهب للشاطئ الصيف الماضي. 8 تيمز 8 فرق جاينت انضمت ذا سبورتس للبطوله الرياضيه لسبورتس تورنمنت. 8 فرق انضموا للبطوله. طب تيست اختبار بوك كتاب وجول هدف. طيب بعد كده عندنا سؤال كوريكت. Did you notice هل انت لاحظت that there is a new student in the class؟ لاحظت ان في طالب جديد في الفصل. طبعا did دي كلام في الماضي فلازم هنا اجيب verb to be في الماضي برضه. Is يعني يكون في المضارع، عايز اقول كان، كان يوجد، يبقى there was، is هتكون was. طب we not watch the news yesterday، احنا لم نشاهد الاخبار بالامس، عايزين هنا ننفي طبعا في الماضي فبننفي didn't والمصدر، يبقى we didn't watch. When does you get up this morning، يعني متى استيقظت في هذا الصباح؟ This morning حاجة في الماضي، النهاردة الصبح انت صحيت الساعة كام؟ يبقى هنا هضع الفعل المساعد did بعد أداة الاستفهام عشان السؤال في الماضي، يبقى هنا did بدل does خليها did. A lot of people كثير من الناس come to help clean up the beach last week، كثير من الناس أتت لمساعدة تنظيف الشاطئ الأسبوع الماضي. طبعا last week الأسبوع الماضي، يبقى أنا عايزة هنا فعل في الماضي، الماضي بتاع قام يأتي اللي هو came أتى، قام يأتي كيم أتى. Write a paragraph about 80 words on. السنة دي الباراجراف عندنا من 80 كلمة. هنكتب 80 كلمة عن السمر فيكيشن اكتيفيتيز، أنشطة الأجازة الصيفية. والباراجراف ده محلول في بيج 308 صفحة 308، تعالوا نقرأه من هناك. Summer vacation activities، طبعا احنا السنة دي بقى هنحل في كراسة إجابة، فلما بنحل في كراسة الإجابة بنكتب عنوان الباراجراف ما بين علامات تنصيص كده، وبنبدأ بنسيب مسافة في البداية وبنبدأ بحرف كابيتال، وما بين كل جملة وجملة بنحط فول ستوب والحرف اللي بعد الفول ستوب بحرف كابيتال. فهقول إيه بقى؟ Summer vacation activities، أنشطة العطلة الصيفية. It's very important to spend our summer vacations in a useful way، يعني من المهم جدا ان احنا نقضي العطلات الصيفية بطريقة مفيدة. There are many useful things، يوجد الكثير من الأشياء المفيدة you can do، اللي ممكن تقوم بها on your summer vacation، في عطلاتك الصيفية أو أجازتك الصيفية. You can do sports، ممكن تمارس ألعاب رياضية to be healthy، عشان تبقى بصحة جيدة. Choose the sport، يعني اختار الرياضة you like، اللي انت بتحبها most أكتر حاجة، and practice it، وتدرب عليها with your friends، مع أصحابك. You can help others، ممكن تساعد الآخرين by doing voluntary works، عن طريق القيام بالأعمال التطوعية like helping your neighbors، زي مساعدة جيرانك and the poor والفقراء. Also أيضا you can improve your skills، ممكن تحسن من مهاراتك by learning new things، عن طريق ان انت تتعلم اشياء جديدة such as مثل الكمبيوتر سكيلز، مهارات الكمبيوتر. Don't waste your time، لا تضيع وقتك. خلصنا سيشن النهاردة، انتظروني في شرح وحل باقي الوحدة ان شاء الله. مع تمنياتي لكم بدوام التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.